طيب بتغني أغاني كتير فيها حزن، طبعا فيها أسى، فيها شخص موجوع، أكيد من أقرب الناس لي، أكيد اتوجع؟ أكيد طبعا، مين ما توجعش فينا؟ كل الدنيا وكل العالم بيتوجع من أقرب من أقرب الناس لي طبعا. طبيعي، بتبقي منتظرة معاملة مختلفة، بتلاقي معاملة تانية خالص. زي إيه؟ لا مش زي ايه، في حاجات كتيرة جدا في الحياة، يعني انا منتظر منك انت تعامليني كويس. انا بتكلم اقرب ناس. ايوه ايوه لابوليس. هو اقرب ناس ليا. مين اقرب, أقرب ناس حد وجعك؟ لا كتير. كتير طبعا، على مدار حياتي تعبت طبعا في المشوار الفني، مشوار الفني، مشوار الحياة ذات نفسه، الحياة عموما تعبت فيها طبعا جدا. يعني انسان عايش بيسعى وبيجري ورا حلم ان صوته يوصل ومش عارف يوصله، بالرغم ان عمل حاجات ناجحه. يعني مش اول الالبوم اللي انا عامله بتاع كينج كونج، انا عامل قبله بسنين برضك كوكتيل اسمه سيف ساخن جدا، المطرب كانوا بيسموا الاغنيه بتاعتي المطرب الاخرس، اي او اي ا اي او اي اي او اي ا. شوفوا صاحبنا ده عايز ايه، ليه زعلان ومكشر ليه؟ شوفوا الحلو ده عايز ايه، ليه زعلان ومكشر ليه؟ حاسب نفسه علينا مغني، فاكر نفسه كده بيغني، حاسب نفسه علينا مغني، فاكر نفسه كده بيغني، عقلوا ويفهموا مش اي واحد كده ويغني بس. دي كانت اول، مش اول حاجه ليا، بس اول حاجه الجمهور سمعها وما يعرفش ان انا بحب قوي اغنيه ما بقاش عندي ثقه في حد. ما بقاش عندي ثقه في حد. سمعني حته منها يا نادر. حاضر. ومن غير مزيكا ممكن؟ ممكن طبعا. يلا. ما عنديش انا جو ان انا اصل انا عندي برد ومش صوتي تعبان. انا ما نمتش بقالي يومين وانت مش سامعه، انت عارفه. عارفه وفعلا انا بحييك. إيه كان عنده يومين تصوير وشغل ويومين مضغوطين وفضل صاحي الساعه 7:30 عشان احنا هوا، عشان ما ينامش، عشان التصوير ما يروحش. هتسمعني الاغنيه اللي بحبها؟ اسمعك انا ايه. ما بقاش عندي ثقه في حد من اللي انا شفته في حياتي زمان، انا خدت درس وغلطتي ما ذاكرتهوش، انا خدت الضربه بجد من أقرب ناس في حياتي، مش أهلي دول والله لا أقسم بالله وحوش، أنا اللي كان قاتلني واللي كان كاسرني، بيستقل بيا وكمان مستصغرني، فاكرين الدنيا دايما والله ما يعرفوش، انا اللي بكره هبقى ويشوفوا اسمه يبكوا ويقولوا كان قريبنا يتباهوا بيه ويحكوا، ده اللي اتظلم في حياته ربك ما بينساهوش. الله يا نادر.